السلام عليكم. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الحيوان اللي قدامكم المشوي قدامكم ده على الفحم هو ده الخنزير. شوفوا شكله ازاي، بيفتحوه وبيطلعوا أحشائه، بعد كده بيتبلوه وبيحطوه في سيوخ وبيشوه. وده برضو خنزير بس نوع تاني، هتلاقيه مخطط كده. الخنازير في منها أنواع كتيرة جدا، في منها البني والأبيض السادة، وده لونه مخطط بالظبط، فصيلة أو تهجينة أخرى، بس كلهم كزرات. والخنزير بيولد أقل حاجة بالاتناشر خنزير، دايما الكزرات هتلاقي منها كمية كبيرة. وده شكله عامل زي الكلب بالظبط، ملوش شكل ولا له معنى. هتشوفوا نوع اخر من الخنزير الشكل بتاعه عامل ازاي. ده النوع التاني ابيض وسادة، بس هما الاتنين نفس القذارة ونفس النوع بالظبط، وربنا في الحالتين حرم الاتنين، ما ينفعش ناكل من ده ولا من ده عشان اسباب كتيرة جدا انا قلت عنها في فيديوهات كتيرة. الخنزير فيه ملايين من الديدان والفيروسات اللي ما ينفعش نقرب لها ولا ناكلها عشان بتسبب الوفاة وما بتموتش مع درجة الحرارة العالية. الواحد ما ياكلش غير الحاجة اللي ربنا حللها عشان فيها منفعة. ربنا حللنا الأبقار والماعز والخرفان، وحللنا الطيور والفراخ والأسماك، وحللنا كل حاجة ما جاتش على الخنزير اللي بيضر. الحاجات التانية نظيفة وبتاكلش غير الحاجات النظيفة المعروفة، واستحالة تاكل اي حاجة قذرة، عشان كده ربنا حللها. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس.